تركز خطط الإمارات على إيجاد مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمقبلة على حد سواء، مع إدراك أهمية القطاع الخاص بمدى خطورة التحديات التي يفرضها تغير المناخ على البيئة وتنوعها البيولوجي ومواردها الطبيعية وقضايا الأمن الغذائي والمائي والصحة العامة. لذا سيتم إشراكه في صنع التغير المطلوب. وتنفذ الإمارات حالياً خططاً طموحة لتعزيز جهودها لمواجهة تحدي التغير المناخي والسعي نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. ووضعت الإمارات خلال عام 2017 الإطار الوطني الشامل لإدارة أسباب تغير المناخ وآثاره، وبدأت نحو الانتقال إلى اقتصاد أخضر قادر على التكيف مع تغير المناخ ورفع جودة الحياة. وتعد الإمارات الدولة الأولى في المنطقة التي توقع وتصادق على اتفاق باريس، وكذلك أول دولة في المنطقة تلتزم بخفض الانبعاثات في جميع القطاعات الاقتصادية، فيما رسخت دولة الإمارات مكانتها كوجهة مثالية لاستضافة الفعاليات الدولية رفيعة المستوى التي تركز على العمل المناخي والتنمية المستدامة. وأطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة نهاية أغسطس 2022 تعهدات للشركات المسؤولة مناخياً لتعزيز مشاركة مؤسسات القطاع الخاص في توجهات الدولة لخفض الانبعاثات ومواكبة مستهدفات مبادرة الإمارات الاستراتيجية للسعي نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. وقد بدأت الإمارات بالفعل في تطبيق بعض الإجراءات على حظر استخدام البلاستيك، مع فرض رسوم على الأكياس البديلة الأخرى التي قد تشكل أيضا تهديدا على البيئة، وأعلنت عن هدف طموح لتقليل وتجنب الانبعاثات في قطاعات مثل الصناعة. ولبرهنة هذا الالتزام العميق من قبل المؤسسات في قطاعات مثل الإسمنت والحديد والألمنيوم، فقد أعلنت أكثر من 20 مؤسسة تعهداتها بقياس انبعاثات غازات الدفينة الناتجة عن أعمالها والإبلاغ عنها بشفافية تامة، ووضع خطط عملية طموحة لتقليل بصمتها الكربونية ومشاركة هذه الخطط مع الجهات الحكومية المختصة للمساهمة في تحقيق الهدف الوطني للسعي نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.